لا لا امشي معاك، ولكن واخا نشوف داك الشيء، هذاك حالات نفسانيه وصرع وكذا كذا، انا ما تنسيبش. يلا شو بدات تقرا على هذاك، بدات تتكلم الجيم ملي تصل بك واحد السيد امي ما تيفهم والو، تيهضر لك بالانجليزيه، عمرو ما دخل المدرسه تيهضر بالانجليزيه فصيحه. كيفاش هذا؟ بدات تهضر، قال لي خرج عند امه، قال لي فين تدخل؟ قال لي دخل لهذا. وحنا فضينا الهضره وديك الساعه دبر الراس، وديك الساعه يتيق ولا لا يتيق، صافي حنا مزالين من هذه الحريره هذه كاع صافي. فلهذا هذا هو شر الوسواس الخناس، الوسواس الموسوس جني او انسي، لان غادي نصيب الاخر ديال الايه من الجنه اي من الجن والناس. كاينين اللي تيوسوسوا من البشر، شياطين ديال البشر تيوسوسوا. ربطوا البال ونعرفوا راسنا فين غاديين. الخناس اللي تيمشي يختفي، خلاسه معنى اختفى، المتواري المختفي، اي اللي تيخلص وتيتاخر على القلب حيت تيذكر الله. فلهذا المسألة واضحة، كل ما ذكرتوا الله راكم درتوا ذاك الضوء، حيت تصيب شي دار ولا شي حاجة ودايرين عليها واحد سميتو تيقول لك وداير لك واحد السكوليت، تيصيب ديك هنايا تولي رماد بعد كاين الضوء. هذاك شكون هو؟ هو الذكر ديال الله. إلا ذكرتي الله القلب ديالك بدا محروس والجوارح ديالك محروسة، غفلتي على الذكر ديال الله عز وجل عرضتي راسك للخطر والمصايب كلها. وسيدي ربي دار هذا الذكر هذا ساهل وما دار فيه شروط، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مضي ولا ما مضيش، غير اذكر الله عز وجل وبعد عن الذكر في الاماكن النجسه، واذكر الله دائما في كل بلاصه على جميع الاحوال ديالك. شي واحد تنعرفو مات الله يرحمه مشى يصاوب السنان، هذا انسان ولي من اولياء الله الصالحين، ولا نزكي على الله احدا في داك الشيء اللي شنا الحياه ديالو والعلم ديالو وكل شيء، حيت مشى عند بول السنان باش يهدى ليه، قال لي شوف الله يرحم الوالدين السي فلان هاد اللسان ديالك رصي باش تصاوب السنان، قال لي ما نقدش اللسان بجهدو. هذا هو اللي قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الانسان، ما بغاش يرسل قال لا 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 دائما الذكر. وهذا الشيء ما صارش يقول الناس نصرف منه، لان الصحابه هكا تربوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه حتى يدخل للطواليت تيعض لسانه، قال لي علاش؟ قال لي الا طلقت لساني غيذكر الله، الا طلقت لساني غيذكر الله. حنا دابا تنصفروا ونغنيو زعما الانسان مطلوق للغنى، وبالنسبه للذكر تيجي لا ثقيل 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 ثقيل. وهذا الشيء غادي نقول فيه شي 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 درس ان شاء الله من بعد. معنى الايه الخامسه الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الوسواس الخناس اللي هو من الانس ومن الجن، فين تيوسوس؟ في الصدور. في الصدور الرتاحه تشكيل القلب. والله عز وجل لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي هي في صدورنا. فلهذا هذا السر هذا خصنا نعطيه البال ونحضيه وندير عليه العزة. الذي يوسوس في صدور الناس، أي الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس. في صدور الناس أي في القلوب ديالهم، إلى غفلوا على الذكر ديال صدر ربي سبحانه وتعالى. من الجنة، هذه آخر آية، من الجنة والناس. الجنة هو الجن، واحد الكلمة باش نفهموها في اللغة العربية، أي كلمة مشتقة من الجيم والنون فيها معنى الخفاء. عندنا الجن وعندنا الجنة وعندنا الجاني وعندنا الجنون، كل هذا الشيء هذا فيها معنى الخفاء. فالجنين تسمى جنين لأنه ما تنشوفوش، خفي. الجن تسمى جن لأنه ما تنشوفوش، خفي. الجنة هي بستان فيه أشجار ملتفة لا يرى فيها من دخلها لكثرة الأشجار الملتفة،
تسمى الجنة. علاش تسمى الجنة؟ الجنون لأنه خافي عقله، مشى مابقاش سبيتو. هذه كلها فيها معنى الخفاء. هذا هو دائما اللغة العربية إلا فهمناها مزيان تيبان لنا شحال من حاجة، وهادشي غادي نشوفو في كلمات أخرين. الناس من الجنة، الجنة هو شياطين الجن، والناس شياطين الإنس. هكا غادي نكونو كملنا هاد الآيات ديال سورة الناس. القرآن كتاب هداية. سيد ربي قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سيد ربي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن كتاب هداية، فكل آية وكل سورة هداية. أرى نشوفوا الهدايات ديال هذه السورة الكريمة. القرآن الكريم كتاب هداية، ومن هداية آيات سورة الناس أولا وجوب الاستعادة بالله من الشياطين ديال الإنس والجن. ما فيها لا حجابات ولا كذا ولا كذا، راه والو داك الشيء حتى تزيد تزيغ الشيطان لعنه الله ويقول لك هذا في قلبك. تستعد بالله. اما هذا الشيء ديال المشعوذين وهذا الشيء هذا وغيدير لك وكذا، هذاك اللي تصيب لك داك المشعوذين غيدير يدير راسو غير هو. انا تفرجت واحد الفيديو فيه شي دقيقه عجبني. شي واحد جا قال لهم انا تنعلم المغرب. قال لي انا تنعلم المغرب. اه قال حاق وسرقوا. قال لي كون كنت تعلم الغيب كون هربتي، لان صرفتك دابا. شتيها ولا انا عطيتك التجربه دابا عمليه ضرب واحد التصرفيقه حتى ضخ. قال لي لو كان كنتي تعلم الغيب تعرف باش تكون واقف معايا تصيبهم قال لك شي مجامر وشي تخاف ولا شي حاجه وسميتو يغوت ويخلعك وداك الشيء هذاك والاخر بالتسليم او يدي غير في راسو بعدا غير ديك الحاله اللي هو فيها يكون سميتو. ولكن داك قصار العقول والجهل شوف الناس فين داو، لان طيب ما عرفش عندنا في الاسلام الدواء وداك الشيء هذاك بلا هادشي هذا كاع كله. لهذا خصنا نستعذوا بالله عز وجل. الانسان حيت اي حاجه باش يبعد عليه الشيطان، حتى حين تيكون مع مرتو غادي يتمتعوا مع مرتو. هذيك التمتع ديال راجل مع مرتو شنو تعتبر في الانسان؟ عباده. شكون اللي قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اش قال؟ وفي بضع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله او ياتي احدنا شهوته وله بها اجر؟ قال ارايتم ان فعلها في الحرام أله وزر عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فهذا له اجر. حتى يبغى يتمتع الرجل مع المراه ديالو تما ابليس على الله يجي يدخل، لان سيد ربي اعطاه قال لي وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أشو خصنا ندير؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ستستعد بالله. سيد ربي راه انا غادي نتمتع بالمراه ديالي وهذا اعداء الله راه ما شفتهمش انا، ولكن راه انت اللي كتشوفهم. يجنبني من هادو باش تكون المتعه ديالي سليمه انا ومرتي. شحال من وحده اللي ولات تقول لك انا تنشوف الراجل قدامي بحال شي غول ولا شعله تيخلع، والعكس عاود، لان هادو راه خدامين. ما يمكنناش نكره واحد الحاجه ولا شي حاجه، هذاك اللي تيكرهها بحال واحد شيخ الازهر محمد عبدو رحمه الله عليه، حيت تقدم شي شويه العلم حشم باش يفسر شي حوايج غيبيين. طير ابابيل، اش قال طير ابابيل؟ قال لك هذاك غير الجدري. طير ابابيل الجدري، تيصيب الانسان وتيمرض على شي. اسي الجدري ولا مجدري؟ الجدري خصو واحد الوقت باش يدخل في الجسد، واحد الوقت باش يدمر الجسد. اما دابا هذا فاجع على الكعصيبه، كنت تقول لي هذا معجزه الهيه دارها سيد ربي فعال الولاده الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لي جدري. فلهذا كاين شي وحدين، كاين شي وحدين بزاف زاد فيه كاع تتصيبوا ليك، يتكلم في الله عز وجل، يتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلم في القران، ما عنده مشكل. غير تقول لي الجنون بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقولش قول غير دوك الناس شدات الرعده. راه حنا قويين منهم،
بدليل ان سيد ربي دار الرسول فينا حنا وما دار فيه حتى شي رسول. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. شفتوا حنا قويين منه ولكن بالله وإلا ما كناش قويين غادي يديروا بينا ما بغاو. ثانيا تقرير الربوبيه نتاع عز وجل والالوهيه ديالو. قل اعوذ بربي ها الربوبيه بربي الناس ملكي الناس الهي ها الالوهيه. التقرير ديال الربوبيه ديال سيد ربي والالوهيه ديالو. ثالثا بيان اللفظ ديال الاستعاذه. خصنا هذه الاستعاذه تكون عندنا اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حيت نقول قل اعوذ ايوا اش غادي ندير؟ هذا قل اعوذ برب الفلق. هذا دابا الايه القرانيه ولكن شنو هي الاستعاذه؟ الاستعاذه براسها هذه هي الصيغه ديالها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جا في الاثر الا مشيتي قلتي له ولد الحرام ولا عدو الله ولا شي حاجه قال لك يد الفخ ويقول لقد قهرته بقوتي. ولكن حيت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيدوم. هذا هو السلاح باش تهلكوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما بينت السنه الصحيحه اذ تلاحى تلاحى معناها تخاصموا جوج دريال رجال في الروضه النبويه في المسجد النبوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعلم معناها تيعلم رسول الله واحد الكلمه لو قالها هذا لذهب عنه اي الغضب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجل تناقش مع المراه ديالو المراه تناقش مع راجلها واحد تناقش مع واحد اخر تيسخن تيوليو العينين حمرين يدخل فيه الشيطان لعنه الله. لان الشيطان تيدخل في اربعه الحالات تيدخل في الغضب وتيدخل في الشهوه وتيدخل في الغفله وتيدخل في الخوف اربعه وتيدخل في الخوف. فلهذا هذا الغضب اش غادي دير باش تقول هذاك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتبرد. باش يقول واحد حيد يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنا مسالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم راه تيتفلى عليك دابا راه وليتي دابا في يدي عجينه يدري بما لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيهرب هو باش انت تكون مسالي وفي حاله طبيعيه ديالك. نهاية الدرس نعطيكم مثال ديال 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 الشيطان لعنه الله والتخطيطات ديال الانسان. هذا واحد الاب دائما تيدي ولادو للجامع هذا هو الدور ديال الوالدين. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. انا دابا لا لا الصيام الا شديت واكل غادي نطحلو ولكن صلاه شي باس ما كان راه باقي نعس دابا وحتى قربي ودنا غادي يموت. الا شي واحد تيهضر مع صاحبو قال لي شحال يكونوا صاموا دابا حنايا الناس؟ قال لي ما نعرف تيقولوا 15 يوم صاموا. قال لي وصوموا غدا حنا حتى حنايا نجربوا. قال لي غادي نديروا مع النهار طويل. قال لي شو غادي نعس حتى الظهر ومن تما نمشيو للسوبر مارشي ونشريو الخضره ونجيو ندخلوا للكوزينه ونبقاو صاوب ما تصاوب حتى نجيبوها مع المغرب مقاده. ايوا حنا صلنا. قال لي واخا داروا داك الشيء دخلوا للكوزينه عندك العاصر سال داك الشيء كله طيبون. حطوا المقاله قدامهم بدا تيشوفوا فيها عرفتي باش تحرك لك من العصر حتى المغرب غير ودات المغرب وتعلقوا صاحبه قال لهم مبارك العواشر صافي رداو مبعيدين. فابليس لعنه الله تيخطط. فدابا هذا اب تيدي وليداته للجامع دائما دائما شي مره كنتج جا عندهم قال لهم يلا لا الصلاه غادي نصلي ولكن هنا قال لهم راه يمشي مش خرج الطريق ديالو خارج الطرح وحيت ترانا شي مصيبه هذه مصيبه نقولوا انا لله وانا اليه راجعون. ما نقولش تفو الله ينعل والديه الصفاتي يزوق هذا وسميتو لا 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 داك المعايره وداك الشيء كلها قول انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربي ورحمه اولئك هم المهتدون. رجع للدار بدل الحوايج ديالو اللي سندوه وزاد ضرب النص ديال الطريق طاح دابا ما بقى ما رجع انا للدار عاود غادي نمشي بالحوايج ديالي سالي للجامع نمشي في سبيل زاد بقى
نص شي شويه باش غادي يلحق للجامع كان غادي يطيح ويشدو واحد في يده بس لابس البيض شدو تحت حتى باب الجامع قال لي الله يهديك قال لي ادخل قال لي لا لا ما يمكنش ندخل قال لي علاش قال لي انا هو الشيطان قال لي جايبني حتى للجامع قال لي جايبك حتى للجامع علاش قال لي الطيحه الاولى انا اللي طيحتك جيت عليك الزعاب وتمشي بحال هكا داركم وتقول ولادي عندهم الحق ساعة جيتي وقلتي إن الله راجعون غفر لك الله الذنوب ديالك وقلتي الحوايج الطيحة الثانية أنا اللي طيحتك باش غادي تقول دابا غادي نمشي نبدل وباش نرجع ما بقى ما نرجع صافي وتصلي في الدار ونحرق من الجماعة ساعة قلتي إن لله وإنا إليه راجعون غفر الله للعائلة ديالك كلها قالي تالتا نتا اللي كنت غادي نطيح ماشي أنا اللي طيحتك ولو كان تحتي غادي يغفر الله المالي للمدينة كلها اللهم من ديك الجامع ولا يغفر الله للمدينة سيستعمل معاك فقه الموازنات غادي تطيح هو غفر لك انت الله وغفر لوليدي انت راه باقي ناعسين غادي يغفر المالي للمدينة لا 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 ديك الجامع ويلا ودا الجامع فعرف بان ابليس لعنه الله وسائل متعدده اللي تيدير باش يضل عباد الله كلهم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين شوف الآية أخرى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شي ذكاء العلماء قال لك ذكاء أيمانهم وذاك الشيء قال لك هي المصطلحات اللي ولات حديثة دابا تقدمي رجعي يميني يساري هذه كلها مصطلحات شيطانية كالإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا ما فيه لا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجعي هذه المصطلحات هذه شيطانية هذا تقدمي هذا رجعي هذا يميني هذا يساري هذه هي ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اطلبوا الله يوفقنا لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله قد نقسم إذا كان شي سؤال بسم الله السلام عليكم. وعليكم السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعد الشيطان. ها؟ تنعد الشيطان. هذا ديال الحلقة هذا ماشي حديث. هو لعنهم الله وجعل منهم القردة والخزازين وعباد الطاغوت في اللعنة في القرآن وكل شيء. ونجي واحد غيقول لي لا تلعنوا هذاك الشيطان اللي قالها اي حتى حنا نلعنوه امرنا الله باش نلعنوه وحنا نقولوا الشيطان لعنه الله دائما كما تنقولوا الصحابه رضي الله عنهم يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللعنوا من لعن الله اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا في المتبرجه العنوهن فانهن ملعونات متبرجة قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات هذا حتى هو إلعنوه فإنه ملعون هو الشاف قال لي واضح شكون أخو صافي كلشي واضح جمعوا راسنا وسيروا لاباس استراحتكم من ضوء عينيكم باش اللي تيقرا في المدرسة ديال الفقه يجي إن شاء الله في الفقه بعد العصر ان شاء الله بحول الله غادي يكون عندنا الدرس ديال الطهاره سي سعيد جزاك الله خيرا استاذ ديالنا سي مسعود برشام سبحانه وتعالى اليوم بارك في ان شاء الله عز وجل من حدثي كرام الحافظ على هذا الخير وغادي استفدت واحد الافاده كبيره في هذا الباب ديال الخير هذا ان الناس حتى هذا اللي طاحوا عاود طاحوا عاود كيستافدوا من العائله ديالهم ثم هو والعائلة ثم أهل المدينة كذلك أنتم أحبتي الكرام التقوى ديالكم والخير والمساجد وبناء الخيرات هم جلساء الأشقى يجلسون أنتم كذلك الناس الجيران ديالكم وهاد الناس اللي ساكن معهم الناس اللي كتكون معهم حتى هما يأتي من هذا الخرج من هذا الخير إن شاء الله نطلب الله أن يرزقهم نور الهداية وأن تكونوا كذلك أنتم كذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
عملت الصلاة أنا ضالت نفسي فقل لنا في نوله في الدنوبة إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.